كان الاخوي بروجر موفق ما مكاد وظل ما فاكاته لحقده لهرشتك اخلاص ما تبو خاطري خوي همو ايش كاين جا لانسن جريج ايش نابه ك وزما باسي كتابه مذكرات مستر هانفر ام كتابه براسي زور بلا بويلنا وخلقا ام كتابه بيويستا هلو يسيكي لسر بكين ولا كان رويا كواقف سيلا سركين تكبر راسيهم كتابة زور للشيعة كان وهروها الصوفية كانش لدشي محمد يكرام بها بكاري هنا الله ينو تانية لم كتابة باسيكا كهانفر جاسوسيكي بريطاني بو او تالا مذكرة كانية أذكارية كانية باسيكات كا محمد يكرام بها ببيني وروها إيشيان كردو بيكا وهو بيابي إنجليزة محمد يكرام بها تكبر راسي بيابي سينسان أقداري أم بابا تبي تونك قصي زول لسلك راو ولمستقلة وكاتا كنالة مستقلة كنالة كأسمانية كومالك مناظرة كرا لو أنا شيخ أبو منتصري بلوجي كخلقي بلوجستان وروها دكتور محمد سعيدي وغيري أوانيش كما لك دكتوري تلك الجامعة كاني وكو أم القرى وإمام محمد كروي سعود وانا هندي كان لرقية تلفونه هندي كان حاضر أبون قصانا كل سر تراثي محمد كروي عبد الوهاب لسر جيان نامي ودعوي وارواها هموشتك يكيك لواني كأمان جي بيكرا أم أبو يعني أمان أهات قصانا كل دفاعا لمحمد كروي عبد الوهاب كرد لبرامبرش كما الله خصمي أنهبو هم لصوفيا كان هم لرافضة جاء أم كتابة هاتناهو وتيام محمد يكون عبد الله وتيام لم كتابة هاتوا كجاسوسي بريطانيا جاء دكتور محمد سعيدي وهروها بهمانشي وشيخ أبو منتصري بلوجي براسي أم بياوا زور حتى لتراثي ابن تيمية بجداري كرد للحوار الصريح بين الصوفية والسلفية والإخوان عن العقيدة والسياسة لم مناظريشا يعني حلقات زور براسي بجداري كرد وبياوي كي بتواناجه جاء براسي قويلية بقرن زور سلمان ابن بتايبت لأبو منتصري بلوجي جاء كومالك تيبينيان دا امدو بياوا خواهي قرر بيان فارزين لكي لو انا ابو منتصر رحمتي خواهي لبا خواهي قرر بيان جاء سونيكاني بلوجستان بو لدس رجيمي رافضي ايران راي كرد بو لبريطانيا ماوا وكان برنامج شر راسي خول لبريطانيا بو بس يا ويك روتي كاتي خلا سوريا خلندوما أو كاتي كمراحل إلى مراحل كان والله على مرحلة جامعة بو وتي أم كتابة مذكرات دكتور مستر هانفر بردن بولاي يكيك لا هردش من السر سختكاني محمد يكري عبد الوهاب ودعوكي أويش دكتور محمد سعيد رمضان بوتي تي بون برد أم كتابة بو برد تي براسي ومن شن سالة أقرم بدوايا زياتر لشن سالة أقرم حتى هو إسنا بيني و هر كسيك وجودين ما يهانفر بيت يعني أم بيها وخوي داني بيها أنيك أم كتابة أصلي نيا وإن شاء الله بتفصل باسم بابا تأكي كهانفر شتيك نيا بناوي هانفر نجاسوس نمندوب نهيت شتيك باشا و السبب شنو سرت بيني كاني دكتور محمد سعيدي جاء بوزا نريتان او تشن صار الله روشتو بسريا بطي امسال باربو كجرا كلم كان الله اسماني راستو خو وحتى يعني زور لخلقي جورا قدار بنكو الثقاف وكو كتاين للبنان وزور كسيتر يعني اجر ام قصي ابو منتصري بلوشي اصلي نبوايا قصيك الدروي بدأ من بوطيو كرداء براستي كاردانوي أبوه وقصيان أكر لسري تونك لكن على جوبا مليونها خلصي لي أكر وبرنامج مشهوري شا جان حلقي إيش لا يوتيوب تنزل كرابي هردس أكيد جا كواتام قصي بوطي شان صار لجراوة وبدوي أو جراوة دسي نكوتو والنية باشا دكتور محمد سعيديش دي سنة بهمان شوا كمالك تبيني زور نازدار أدات لو أنا إيه كان الله شيء الله أو من شان يك أجرم بحث أكم تا إستا لأيكك لموسوعات بريطانيا كان شت يكنية كس يكنية نمندوب نجاسوس نهيج كسكي بريطاني
كناوي هام فربيت علي بدري جاي سي قرن هيك كسي كيواني دوايا وبرسيار كتراك علي باشا ام مذكرات مستر هانفر باشا اما هانفر كي يعني بون من بون ناوي كتري نيا كوني حيت هانفر وبس باشا دواي اول نسخي اصلا كتابكو دواي اول ام كتابة يعني هل سيبر الكيك سبحان الله اكثر قمان بدرو سبيت نسرا مذكرات مستر هانفر نقله الى العربية الدكتور جيم خاء بنا اصدقائي نزار جيم خاء كي باشا اما انا هموي قماناوي براسي دواي اوا ام دكتور بريزا تيبيني كي زور جوان دا و اماجي بشتي كي جوان كرت للابرا دوانزا جا دكتور الله يحر لسرتاي كتبكا الله لسرتاي كتبكا شتي كي وايتيا للابرا دوانزا والله ام اوا فرمت رنگ لو كاتا كتبكا لبرد سانا بيت بويا جمارا كنالي الله مستر هانفر بحساب الله أوفدتني وزارة المستعمرات عام 1710 الله وزارة مستعمرات بريطاني صالي هزار وحوصد دا من النارت إلى كل من مصر والعراق وطهران والحجاز الله نارد من بو مصر وعراق وطهران وحجاز ولا استانتي استانك بايتختي دولة عثماني بو لأجمع المعلومات الكافية بو أوي زانياري كوكامو باش جا خوش لوايا اللي ألي لسالي هزار وحوصد ده هزار وحوصد ده جا أوي عجيب بيت دكتور ألي من زور قرام بناو وزارتكاني بريطانيا على وزارتي مستعمري بريطاني يكم جار كدام زرا يكم موظف كبو بس سروكي لهندستان سالي هزار وحوصد وحفتا ودوبو يعني هزار وحوصد ودا هر وجودي نبو وزارتي مستعمراتهن بريطاني على سالي هزار وحوصد وحفتا ودو دام زرا باشا اما تيبيني براسي جي خوي بباسي بكين اما لدواي سيركدني كتابك براسي هندك شتيتر فيهم خوش بباسي بكم لدواي كتابك من خوان دوا هندك شتيتها بزور عجيبو لو انا بحثة مستر هانفر ام كتابة باب زاني جارية مستر هانفر هر وجودين يعني واداين قريمان مستر هانفرك هي باشا اما اما واداين كم مستر هانفرك هي لم كتب عليه لصالي هزار وحوصد ده أم هاتو بوكو هاتو بو أستانا بو أسطنبول بو لاي دولة عثمانية كان باشا عليه بعد إتمام سنتين لدواي أويك دوس الله بما يوا في الأستانا استأذنت للعودة إذن مورغرت مولوت مورغرت كبقرمو بقرتوا ببريطانيا باشا حسابي كان هزار وحوصد ودا زائد دو أو كاتا هزار وحوصد ودو أنزا أم صالانا إيش مان بيدي باشا لا دواي أوا أوا أم قصيك أيكا لا لا برا هجداء دواي أوا ألي بقيت في لندن مدة السنة أشهر ستة أشهر أظل لندن ما موا ماوي شش مانج باشا باشا للا فربستو سي ألاتي أظل بصريش شش مانج ما موا كواتا ليرا شش مانج لويش شش مانج أو الصالة جيتر واتا أما كردية هزار وحوصد وسيانزا لولا دو سال ما وتوا دواتر شش مانغ لبه دواتر شش مانغ لملا
أو بو هزار وحوصد وثيانزا باشا باشا باسي بصرا أكات لا لا برسي الله. وهنا على هذا الحال تعرفت على شاب كان يتردد على هذا المكان على هذا الدكان تذي خطك جوان ديارنيا الله ليرة ألم شوينا لم كاتا باسي بصراكات جنجكم ناسي كان يتردد على هذا الدكان جامل الدكان يجي شيء قد ولا الدكان كابراكي رافضي بو الله جنجكم ناسي كأهاد بو أم دكانا سردان أم دكانا يكرت يعرف اللغات الثلاث سيزماني أزاني التركية والفارسية والعربية تركي وفارسي وعربي أزاني كان في ذي طلبة العلوم الدينية الله بوشاكو جلوبرغي طلبي شرعي لبرابو وأطلقون كاري إسلامي بو وكان يسمى محمد ابن عبد الوهاب الله في أوترا محمد كري عبد الوهاب باشا ليرا باسي وقاك اللي بصرا محمد كري عبد الوهاب بنيو أما هتاوكو هزار وحوصت سيانزا محمد كري عبد الوهاب كي لدى يقبوا صالي هزار وحوصد سي زايني هزار وحوصد سي بو هزار وحوصد سيانزا واتتمني شيخ الإسلام شن صال بو دسال دي شيخ الإسلام هتاوكو دوانزا صال بو سريش لنجد نجولاو لدوانزا صالي باو كيجيني بو هينت لنجد لدوانزا صالي ايش تاع نفسه تما كو مدينه بخوند باشا اي باشا محمد يكر عبد الوهاب كي روج ببصره باس مان كل سرتاوى ابن الغنام رحمه الله بغير فرمون شيخ الاسلام 4 سال لبصره ما وتو 4 سال امام الندوي وغير اوانش باس يا كان افرمون محمد يكر عبد الوهاب كاتك لبصره قرا وتو دور بري سال 1139 هجري هزار وسط سيونوي هجري شيخ الإسلام جيشت وتوا نجد باشا هزار وسط سيونو شوار سالكي بصري لدركة شوار سالكي بصرة أكاتا هزار وسط سيو بينج باشا نو بينج نو شوار لدركة بينج هزار وسط سيو بينج أي شيخ الإسلام كيلا دايق بوا هزارو سطو بانزي هجري كمقابلي تانيكا مقابلي هزارو حوصتو سي زايني كواتب بلاياني كموا بانزا بو سي أو بانزا سال بو بينج أو بيس سال بلاياني كموا شيخ الإسلام رحمة إخوائي لبيت تمني لبانزا سال ناتو الخواروك روشت أبو بصر بم حسابي او بيت او ها ايشا كاني بالتدقيقي قردو انا چون او همو صالح الله اكات وباشان يعني سبحان الله اخوائي بردقار سبحانه وتعالى هر ويسيو تمان اندر بقات جا وكو ابو منتصر الله الله من واقو من ابم كابراسي اما ام نسينا لأسلوب نسيني آيات الله شيرازية جت او افرمت افرمت من نسينا كان مكندوتو واديارة واتوقعكم وهروها لشويني كتير للا بريها شتاوسي علي لصالي هزارو سطو تشلوسي محمدي كري عبد الوهاب إعلان دعوة كي كرد أيوابو نخي محمدي كري عبد الوهاب لو صال لهمان صالي وفاتي باوكا إعلان دعوة كي كرد صالي هزارو سطو بنجاوسي هجري هزارو سطو شلوسي لكو هزارو سطو بنجاوسي لكو ليس دي سانو دي سانو دس على لتر هلاي كردو باشا للا برا سي باسي اواكات كمحمد كري عبد الوهاب هاوريكي هبوا كشعبو
نابي عبد الرضابو عليه زور زور بيوز بن بيكا وزور هاوريت يان هبو وانا وبردوام بيكا وبون وهردو شان زور قيان للسلطان عثماني كان بو سير كمال يرى يعني موكو مؤامره وايا تشيك دروس كا يعني بحساب محمد رولاب لقال شيعابو وروها ضدي سلطان عثماني كان مؤامره يعني كردو باشا لذا والتي الله بلا محمد كري عبد الوهاب وكو السنية كان ترتون نبوة جابوا يا تكفير الشيعيش نكردو يعني سلام دروانا مدروز لانا يعني إنسان سيبكا تكتبي الرد على الرافضة شيخ الإسلام رحمة إخوان اللي بيت أو كاتبها حكم ذات بس لي درور السنية بكات باشا أما أنا هموي يعني براسي اشتغان زور زورا أو اند زورا بريتي لها الله يعني هو داره هو تنبيه خوينه وبلا هم شاو تنبيه لك هاتي خوينه ويا باشا علي محمد يكور عبد الوهاب اعترافي بهيج كامل مذهب كان نكردو جاب راسي لم درو واضح تلحر نبو محمد يكور عبد الوهاب كان رسالة سيري درو سنبك او رسالة نيكا ناردوتي يعني زور بزور رسالة كان علي اما قرآن تيجين با تفسير علماء تفسير بيضاوي أما جي بيكا تفسير بغوي أما جي بيكا تفسير ابن كثير أما جي بيكا دعاء على شيء لما سائل فقه كان إمام الشافعي إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام أحمد الله إما لا بفيق سي أمانتي أجين إلا مجر الله هيك كسيك بوي نية ادعاء اجتهاد كات اجتهاد مطلق وبوك سجني اجتهاد كات إلا مجر نصك صريح بيت مخالفي أو قول بيت كلو مذهبها باش أنا تواني بيتواني وقصك كات يعني سبحان الله يعني أم دروانا براستي زور شاخ دارن يعني دروي عجيب عجيب دروي غريب يعني براستي زور بيس إنسان أقايل أم جور أخسان بيت أقايل أم جور أشتان بيت جاء براستي مسلمان سيرك أخوي برودغار سبحانه وتعالى فرميت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لسورة حجرات أفرمي أقر فاسقك هوالي بوهنان إيو تبيانكن لا يعني كانوا كابرا جاسوسة تبرو بجاسوسة كبرو بمحمد كرام لابناكي دواي أوا ورقير اكتبك جيم خاء آخر ما جنوكا نسويتي شي نسويتي جيم خاء باشا وبراسي خطرة خواهي برقار سبحانه وتعالى لسورة نورة فرمت إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة أو أنك حزأكا خراب لنا مسلمان كان بلاو بيتوا يعني تهم يودنا بلاو مسلمانك براسي أو أنت شيئا بوهي سزاي زور تنيا لا يخواهي برقار بوهي لدنيا والآخرتش تودي مسلمانك متهم أكيد اتهام مسلمانك أكيد بجاسوسي كردن بو بريطانيا بو كفر لكاتي ك ك لسر تشيف لسر اساسي كتبي كتبي جاسوسك يا كتبي ركسك ناس ان كينو سيبتي يعني براسي ام قصانه خطر او بيس انسان مسلم اجي لخوي بيت يعني زور امام بيني حتى ما مصيهر تلي خوي يقول لي خوش بيت لكتبك عشان نقول لك بوزار الاسلام بس هو بابا تاكد وهي ناوتي بحساب محمد كور عبد الله بكري جراوي بريطانيا ابو شي 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 بابا يعني لسردم محمد كور عبد الله بمطلقي بريطانيا انها توتنا ونجد وحتى غدو فاتي شيخ الاسلام رحمه الله عليه بيت او لسر اطلاق وهروها لبيني اواني شابهيش بيوندين ابو امام النبي رحمه الله عليه باسي كاتك لدواي هوالي روخاني دولتي سعودية كم كالسر أساسي التوحيد بو بريطانيا كان وجولك كان بتايبت أهاتن خوش حالي خويا در أبري وهروها بيروز بايش أنا كرد لجيش عثمانية كان يعني براسي بيوس إما أقدار بين برشاورون بين نكهر درويك من بيني برواي بيبكين أما خطر زور وش بابد وقمانة كتير كالسر الشيخ الإسلام يدرسها كان كأويش تهمية كان بويك تكفيري بوا تكفيري مسلماني كردو وهروها خوارج بوا أما براسي دور لراسيو
وحتى لما قال سير كاين شيخ الاسلام رحمه الله عليه بان لك الرساله كانيه وكل الدرر الصينيات ولا بري لا مجلد دا لا بريسي وياك افرمت من محمد بن عبد الوهاب الى من يصل الى من يصل اليه من المسلمين سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.